حديث وس ستة، الحديث وس ستة، حديث ابن عباس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تسمع حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنه الأنوك يوم القيامة. أنوك يعني الرصاص، أخرجه البخاري. يعني وكذا غذيون الأدب لنات المجالس العامة لنات المجالس الخاصة. ثم ما جيم مجلس عام أنهضر، مجلس عام سؤال جواب إلى آخره، ولكن مجلس خاص ولا سينس مسلاين الفاضنا ولا قرأ أنكشم بلا الفيزان بلا أنكشم كان قيم جرس تجد أخذ الذوق. خطر الإسلام غير صار بيغ في الحذاقة، أي رقارن الزرف يوحذيق، الزرف يوحذيق كل شيء للحذاقة، والحذاقة يجد النيفو، النيفو علين. ابن عباس يجد غا معليش وقيل الحديث هذو غالغرس من بعد مش الساقين يفك دار الحديث يشوف أن الأمر في الحذاقة بالمناسبة أثناء ظرف مكارم الأخلاق مش الساقين ألور المفروض ولا سين سمسين واحد سن يا خويا نستأذن، السلام عليكم لاباس بخير في الأمان، نستأذن من ولا بلي برونشين مليح سيتادير إيفان إفكاند النعف إفكاند لسيني بلي تمسلين الفضنة من حرجوهمش خطر الزمرة قدرا أشين أخوي الحاج سمحتي معليش نقيم غير هون خاطي إلا قاد فكرة مين باس تقسيي خطر ولغ بلي برونشين مليح سلم في اللسن سلام عليكم قوة على خير ولا ما لن يدري يحسين معليش أعطيكم صحة أسنر قطر أثن جاتون كيل خطر الدفع الحرج ربنا دو ما جعل عليكم في الدين من حرج الحرج جي ولا قارن غير الغشي ذي الحرج ولا قارن غير ذي الحرج مفهوم أكثر من ذلك إذا نرفع عنهم الحرج والقاعدة دنا الفقهاء الحرج مرفوع الحرج مرفوع أي غير ميم ذي العبادة النغ الحرج مرفوع يولي زمان سيف دي سيف دو زمي ضار سي غيمي فو كرسي وزمي ضار ولو كان مكسل أقلك ألونجي يتزلل عادي الحرج مرفوع الحرج مرفوع هذا إذن المجالس العامة ما كانش حرج تجلس عادي لقيت مجلس عام مريح المجالس الخاصة لازم الإذن فض الغاشي قيم الواحد سن تسمسين الفضنة استأذن ما في كانك الإذن الله يبارك مولاش خاطئ